لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. بمشيئة ربنا النهارده نتكلم مع بعض في انجيل يوحنا الاصحاح 11. من الاصحاحات المشهوره جدا، لان الاصحاح بيتكلم عن اقامه لعازر من الاموات. كتير لما حتى حد يسال مثلا ايه اعظم معجزه عملها السيد المسيح، فالبعض يقول لك إقامة لعازر من الأموات، خاصة بعد ما كان ميت وأخته نفسها قالت لقد أنتن. غالبا وهم جايين يشيلوا الحجر بدأ الهواء يعني يدخل، فبدت ريحة النتانة، ودايما نتانة موت الإنسان أو الإنسان الميت أبشع من نتانة أي حيوان تاني. يعني أي حيوان يموت ممكن الواحد يحتمل ريحته، لكن ريحة الإنسان لما يموت ويدخل في النتانة تبقى لا تطاق ولا تحتمل. وده يخلينا دايما نشعر إن إزاي الخطية أفسدت حتى الريحة بتاعتنا. الحقيقة لما جه المسيح أود ريحة النتانة اللي حلت بينا بالخطية، أعطانا رائحة المسيح الزكية اللي هي حياة لحياة، وأيضا بالنسبة للمعاصين والمصممين على عدم الالتصاق به يقول عنها بولس الرسول موت لموت. لكن ذهبي الفم لو سألناه إيه أعظم معجزة صنعها المسيح مش هيقول لعازر، لأنه إذا كان المسيح أقام لعازر فهو سيقيم البشرية كلها، هيقيم الأبرار والأشرار. فمش كتير عن المسيح أنه يقيم واحد بوسط البلايين البلايين اللي هيقيمهم في يوم الرب العظيم. بالنسبة لذهبي الفم أعظم معجزة هي أن المسيح جه حول الأرض إلى سماء، وحول الإنسان المؤمن إلى ملاك الله. ودي المعجزة الحقيقية، لأنها فيها الجانب بتاعنا أن احنا نقبل عمله، والجانب من جهة ربنا أنه يحقق إرادته، يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هحاول أخذ فقرات صغيرة من الأصحاح 11 بخصوص إقامة العازر. قبل ما أقرأ حاجة في الإنجيل بتذكر دايما في قصة لعازر ما كتبه القديس جيروم. جيروم يقول إيه في صلاته؟ يقول له نفسي يا ربي أسمع صوتك جيروم هلم خارجا. يعني أحيانا الإنسان في الخطية يحس إنه ريحة نتانة الخطية بقت مرة، ويحس انها الخطيه عملت له كده كولابس في حياته، حتى في جسده، حتى في ملامحه، في امور كتيره. لما الواحد بيغلط يبقى مش طايق نفسه، بتنعكس متاعبه الداخليه على متاعبه على حتى ملامح جسمه او ملامح وجهه، فبيبقى تعبان. فنفسي النهارده كل واحد فينا يقول لربنا زي ما قلت لعازر هلم خارجا، يا ريت تناديني وتقول لي هلم خارجا عشان أخرج من قبر الفساد أو الخطية وأعيش في السماء. بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثا أختها.
وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها، فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. ربما واحد يسأل: يا ترى ليه الإنجيليون الآخرون متى ومرقس ولوقا لم يذكروا قصة لعازر، وخاصة أن قصة لعازر جت قبل القبض على السيد المسيح، أو حتى قبل دخول المسيح إلى أورشليم مباشرة. ولذلك الكنيسة دايما تختار السبت السابق لأحد الشعنين تسميه سبت العازر. جميع الكنائس الأرثوذكسية بتعمل كده. ليه متى ومرقس ولوقا هؤلاء الإنجيليون لم يذكروا إقامة لعازر؟ كل حاجة بتتعمل بحكمة الروح القدس وبإرشاده. أنا عايز أتخيل لو متى أو مرقس أو لوقا كتبوا القصة بتاعت لعازر، كان إيه اللي هيحصل؟ كان اللي هيحصل كل واحد يجي لعازر يقول له: قول لي، طب يا ترى في الأربع أيام دول عملت إيه؟ يا ترى قابلت إبراهيم وإسحاق وسارة ورفقة ويعقوب ورحيل؟ يا ترى تقابلت مع أشعيا النبي؟ طب بيعملوا إيه؟ كان بدل ما هيكرز بالإنجيل هيبقى إيه؟ هتبقى حياته حواديت ومش هيقدر يكسف حد. فروح الله حريص إن لا يفسد وقت لعازر في أسئلة مش بناءة. كان دايما أبونا بشوية لي نحن نفسه لما نطلع مع بعض زيارات يقول لي: خلي بالك، أول ما بندخل بيت وعايزين نفتح الإنجيل على طول عدو الخير يشتغل. أبونا، ممكن أسألك سؤال؟ أي سؤال، سؤال في الإنجيل، مش هنقول سؤال وحش. طب يا ترى ليه كتب كذا في السفر ده ومقابله في السفر الثاني؟ يا ترى حصل ايه في القصة الفلانية الموجودة في الإنجيل؟ كل ما يشغل قلب إبليس ان يبعدنا عن ايه؟ عن اللقاء مع المسيح من اجل خلاص نفسنا. وده اللي حصل مع مين؟ بوضوح اللي حصل مع المرأة السامرية. كل ما يحاول يكلمها عن خلاص نفسها تسأله أي سؤال أو تتعمل أي تعليق بره خلاص نفسها، لغاية ما هو قال: طيب، هو أحسن حاجة بقى إيه؟ أنا خليها قدام الواقع. قال لها: قولي لي، ممكن تروحي تندهي زوجك؟ قالت له: بصراحة أنا ليس لي زوج. قال لها: قلتي بالحق أو بالصدق قلتي، لأن كان لك 5 أزواج والذي معك ليس بزوجك. فاكتشفت بقى الموضوع دلوقتي مش موضوع انت المسيا ونعبد هنا ولا هنعبد في جبل جرزيم ولا في جبل صهيون، ويا ترى هيجي من فين المسيا، طب ومين من سبط ايه؟ قفل لها على كل ده. قال: بصي جواكي، ممكن تروحي تندهي لك جوزك؟ قالت: انا ما عنديش زوج. قال: اهو انا اللي جاي علشان اخد نفسك عريس لي في السماء. ودخل في الموضوع، واول ما بدات كلمه بس انا فهمت، لعلك انت الشخص اللي احنا منتظرينه المسيح. وتثابت نسيت نفسها ونسيت جرتها وكل حالتها، وطلعت تجري تقول للناس بتوع سوخار: انسان قال لي كل ما فعلت. وانت عملت ايه عادل في حياتك؟ واحده اتجوزت واحد ورا الثاني ورا لغايه الخامس، الله اعلم ان كان طلقوها او هي طلقتهم او كان ماتوا، وبعدين حتى اللي عايشه معاها مش جوزها، يعني ما رضيش حتى المسيح يكسفها ولا ده زاني. فايه العدل يعني اللي قاله لك المسيح؟ قال لي كل ما فعلت. ولما تقابلوا مع المسيح قالوا: ليس من اجل كلامك ولكن من اجل ايه؟ احنا لما تقابلنا معاه وتكلمنا معاه عرفناه وحبناه. انا هو ده المسيح مخلص العالم.
إذن بحكمة روح الله سمح أن قصة لعازر لا تكتب إلا بعد موته. نحن عارفين إنجيل يوحنا آخر إنجيل اتكتب، وغالبا البعض بيقول في حدود 100 يعني القرن الثاني سنة 105 ميلادية، في الحدود دي يعني. فكان طبعا لعازر مات وهو يوحنا كان شيخ، فكتب الإنجيل بتاعه وسفر الرؤيا. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحقيقة اتكتب، طب ممكن بعد إذنكم يسأل، أنا نسيت التليفون مفتوح، تقفلوا ما قفلي في البلطو، سوري شيليه وقفلي على طول. يقول نأتي، وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثا أختها. قعدت أفكر بصراحة في الآية الأولى دي. أول حاجة، ده لعازر كان مريض لمدة 4 أيام، لمدة صغيرة، وبعدين مات ودفن 4 سنين. شمعنى اختار وكان إنسان مريضا وهو لعازر؟ ده يعني حاجة عارضة. قال لا، ده موضوع حيوي في القصة، إن كان إنسان مريض والمرض أدى به إلى الموت. وده الموضوع بتاع إقامة لعازر، إن كل إنسان فينا يشعر إنه بسبب الخطية النفس بتمرض وممكن تتحطم وممكن تدفن وممكن تفسد أيضا. فالقصة هي قصة كل إنسان فينا حل به فساد الخطية وفقد حيويته. وبعدين يسمي إيه؟ يقول من بيت عنيا من قرية مريم ومرثا أختها. القرية دي كان اسمها قرية إيه؟ عنيا. وعنيا معناها عناء، انتوا عارفين العبري والعربي متقرب من أصل واحد سامي. فكلمة قرية عنيا معناها قرية العناء أو البؤس. لكن بسبب سكنة مريم ومرثا ولعازر يقول يسميها من قرية مريم ومرثا أختها. والعجيب مين الأكبر، مرثا ولا مريم؟ مرثا صاحبة البيت مرثا، ومريم دي الصغيرة. لكن لأنها سكبت الطيب ومسحت رجلين المسيح بشعرها، طبعا دي غير المرأة الخاطئة، لأنها عملت كده ولأنها كانت تحب تقعد عند رجليه، والسيد المسيح قال لمرثا: مرثا مرثا أنت تهتمين بأمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى إيه؟ إلى واحد. مرثا مريم اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. بسبب مريم أصبحت القرية اسمها قرية مريم، ومريم سبقت مرثا، مع أن صاحبة البيت الحقيقي هي مرثا، هي الكبيرة في السن. جميل أنه في مناطق يقول دير الأنبا بشوي، تبارك هذا الدير لأن أنبا بشوي عاش فيه. أذكر قصة لطيفة حصلت في اسكندرية. كان في إنسان من العائلات المبسوطة جدا، وكان عايش في الكنيسة جنب الكنيسة عندنا، و يعني إنسان لطيف وغني وكل حاجة كويسة. وبعدين راح لأبونا بشوي قال له: بص يا أبونا، نو واي، أنا لازم أتجوز فلانة غير مسيحية. حاول معاه بكل الطرق، قال لي دخت كل شوية زوره ويتكلمه، ما فيش فايدة. كان أبونا بشوي كده لطيف ليه لمسات حلوة، فراح له كده في يوم قال له: اسمع. قال له: ايه؟
قال له بكرة أنا رايح الدير، ممكن توصلني دير أم بشوي؟ طبعا زمان ما كانش فيه، كانت الأديرة دي الواحد يروحها من القرية لغاية الدير دي كلها ماشي أو يعني. قال له أو يركنوا العربية في القرية وياخدوها ماشي لدير أم بشوي، إلا لو عربيات بتاعت الصحراء. قال له أو يا أبونا أخذك. فأخذوا أبونا طبعا وصلى عشان ربنا إيه اشتغل. فوصلوا لغاية القرية وقعدوا يتمشوا ويدردش معاه وغيره. وأول ما دخل كنيسة الأنبا بشوي فسجد أبونا بشوي وهو سجد معاه، وبعدين طلع سجد قدام جسد القديس أنبا بشوي، والتاني سجد وقام اتكى على الصندوق اللي فيه الجسد. أبونا يستنى يسيب مفيش، قعد مدة طويلة وبعدين رجع لورا ونسيبه بقى ايه ربنا اشتغل. فرجع بعد مدة جاله قال له مالك؟ ايه اللي موقفك؟ قال له اللي موقفني؟ قال له اه. قال له نو واي اسيب المسيح. قال له لا تتخيل السعادة اللي انا كنت فيها وانا في هذا المكان، حسيت بحب ربنا الفائق واخدني في حضنه، لا البنت دي ولا غيرها ولا أي إنسانة تقدر تسحبني من المسيح. وبالفعل عاش فترة وتزوج وعنده أولاد، كل حاجة بيت زي الفل، تزوج واحدة مسيحية. وجود أنبا بشوي ووجود جسده قدس هذا المكان بالمسيح اللي فيه. احنا لما بنزور مكان نقول ناخد بركة أنبا بشوي وده حلو، لكن الأحلى من كده إن أنا أينما أوجد يتبارك المكان بالمسيح اللي فيا. أنا كإنسان الله أينما أوجد يتبارك الله بالمسيح الساكن فيا. بنشتكي أحيانا من ولادنا، نقول ولادنا تعبانين، أو ابني بيجي كأنه قاعد في ايه في هوتيل، يدخل من بره على الباب على القطة ويقفل على نفسه مش عايز يتكلم لا مع ده ولا مع ده. ودلوقتي طبعا الكمبيوتر والانترنت وإلى آخره الفيسبوك إلى آخره بيشغل ذهنه. لو إن الأب والأم قدسوا المكان حتى ولو هذا الابن إلى غلط إلى حين ويرجع، زي مين؟ زي القديسة مونيكا. كان عندها إيمان راسخ إن لازم ابنها يرجع لربنا، لدرجة تحدت الكاهن قال لها أنا ما أقدرش أكلمه، ده سحب ناس كتير من الإيمان الحقيقي وأفسد أفكاره. فبكت، فلما بكت قال لها ثقي يا امرأة أن ابن هذه الدموع لن يهلك. شعر أن السماء تتهز، حولي عني عيناك لأنهما قد غلبتاني. نفسنا لا نلقي باللوم على أولادنا ولا قرايبنا ولا معارفنا ولا أصدقائنا، لكن نلقي اللوم على نفسنا. كل واحد فينا يقول لنفسه يا رب لو أنا كنت مقدس حتى أصدقائي يتقدسوا، يشوفوك فيا ويتلامسوا معاك ويحبوك ويعيشوا كأولاد ليك. أذكر كثير من الناس من خلال الاعترافات أزواج كسبوا زوجاتهم أو زوجات كسبوا أزواجهم للمسيح، وأبناء كسبوا والديهم وأحيانا جدهم أو جدتهم للمسيح. يعني حتى الطفل الصغير لما يبقى مقدس لربنا ربنا يستخدمه علشان يقدر يكسب نفس للمسيح. فنفسنا أحبائي كل واحد يحط في ذهنه، هل أنا إنسان الله؟
هل لما بدخل المخدع بتاعي بيتحول المخدع إلى ملعب للشيطان ولا مقدس لله؟ لما دخل يونان في الحوت تحول الحوت إلى سماء وشاف هيكل الرب وهو جوه جوف الحوت، وتحول الحوت إلى موضع للتسبيح، وكأن يونان دخل في شركة مع خورس الملائكة. فمريم ومارثا لأنهم تقدسوا لربنا، المدينة بيت اسمها بدل بيت العناء أو بيت عنيا أو بيت البؤس، بيت هذه القرية قرية مريم ومارثا أختها. فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. الحقيقة دي من أصغر الصلوات، طبعا مش أظهرهم كلهم لأن في الفريسي اللي وقف قال: اللهم ارحمني أنا الخاطي، وقرع صدره. لكن طريقة العرض جميلة: هو ذا الذي تحبه مريض. لا واخد على خاطري، ما جيتش ليك مدة طويلة، وأنا واثقة أنك أنت عارف، أنك أنت عارف أنه هو عيان وليه متأخر علينا. أبدا، مش ممكن هنكون احنا احن منك على العصر، رغم ان احنا اخواته بالجسد، ولا يمكن ان احنا نكون اكثر منك حكمه لانك اتاخرت في جيتك لي، ولا احنا اكثر قدره ومعرفه لعلاج مشكله المرض لانك انت طبيب النفوس والاجساد. هذه الصلوة الصغيرة هو ذا الذي تحبه مريض، نفسنا تبقى صلاة كل إنسان فينا. واحد يقف كده يقول له: يا رب، هو ذا الكنيسة التي أنت تحبها مريضة، فيها ناس كتير بعاد، فيها ناس كتير تعبانين، فيها ناس كتير تايهين، وفيها ناس كتير محرومين منك، هو ذا الذي تحبه مريض. هذه الصلوة دعوة لكل واحد فينا أن يصلي من أجل الكنيسة ويطلب، لأن كلمة العازر يعني الله يعين أو الرب يعين، فنقول له: أنت الوحيد اللي تعين الكنيسة. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، يتمجد ابن الله فيه. ايه يعني لاجل مجد الله؟ هو ربنا ناقصه مجد؟ زي واحد يقول لك: ازاي نقول للمسيح نباركك نسبحك نمجدك؟ لازم بالذات كلمه نباركك ونمجدك، هو ناقصه مجد؟ من حب الله الفائق لينا حينما نتمجد يعتبر هذا المجد لي. في ايه ناس كتير تتعثر فيها عن يوم الرب العظيم، لما يقول ايه؟ يقول: وحين يخضع الكل له للاب فسيخضع الابن ايضا له. ايه رايكم؟ هو يعني الابن اقل من الاب؟ قال: لا، لما تخضع الكنيسه او جماعه المؤمنين اللي من ادم الى اخر الظهور امام الاب، يعتبر ده خضوع لمين؟ لجسد المسيح. يعني أنا يوم ما بعاند مع ربنا كأني بنسب لعضو من أعضاء جسد المسيح غلط برتكبه. لما برجع لربنا بنال مجد، فالمسيح يعتبر هذا المجد إيه؟ مجد لعضو من أعضاء جسده. زي لما واحد مثلا ليه ابن وبعدين اخذ ابنه او قبلت رساله الدكتوراه بتاعته، تبص تلاقي قاعد يضرب في مصر واصحابه وقرايبه ومعارفه: ابني اخذ دكتوراه. طب انت مالك ومال ابنك؟ ايه يعني؟ يعني طب ما كنت تاخدها انت بدل ما تديها لابنك. لا، ابني لما ياخذ الدكتوراه افضل من لو انا اخذتها.
انت ابني، كل نجاح ليه يبقى نجاح ليا. كنت مرة بشوف يعني كنت بزور حد، فلقيت الأم تعبانة أوي في فاضل أسبوع الامتحانات، فبقول لها مش عارف هو اللي بيمتحن ابنك ولا أنتي؟ قالت لي ما هو لما بيمتحن أنا بمتحن، ولما بينجح ببقى أنا اللي نجحت، بل وأكثر من إن أنا نجحت، لأن هو أغلى عندي من نفسي. مع الفارق الشاسع مشاعر رب المجد يسوع من نحونا، مش ممكن تتخيلوا لما بنرجع إليه يقول السماء تفرح بخاطي واحد. ودايما نقول على السماء الملائكة، لا، هي السماء الساكن في السماء الآب والابن والروح القدس والطغمات السمائية كلها، في فرح، فرح عند الآب لأن رجع له ابنه، وفرح عند الابن لأنه عضو من أعدائه كان ملخبط ورجع به مقدس، وفرح في الروح القدس اللي يقيم من هذا الإنسان هيكلا مقدسا لربنا، وفرح للسمائيين لأن الترابيين بقوا زيهم على مستوى ملائكي. فلما نسمع لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به، يعني من غير الرب انت ما عندكش مجد، لا، مجده غير محدود. لكن بيعجبني عبارة يقولها القديس يوحنا ذهبي الفم: ينبغي أن نميز بين المسيح في طبيعته الإلهية والمسيح في تدبيره للخلاص. في طبيعته الإلهية مجده لا يزيد ولا ينقص، في تدبيره للخلاص يشترك معانا. لما نئن يئن معانا، ولما نتوب يفرح بينا، ولما يتعمد نتعمد كأننا نتعمد احنا معاه، ولما يصلي يشاركنا الصلاة وباسمه احنا ايه نعتبر ان اللي صلى رأس الكنيسة. فدخل في اتحاد عجيب خلال التدبير، عشان كده بيغلط البعض يقولك التجسد الإلهي أضاف شيء جديد على الثالوث. نيفر. أثناسيوس الرسولي وكيرولوس الكبير تكلم كتير في النقطة دي للاثنين، وأيضا ماري إفرائام، إن استحالة التجسد أثر على الثالوث، وبيعتبروا إن التجسد ده أشبه بواحد لبس بدل. هل غيرت شخصيته؟ أه، لبس. فهو صحيح اتحد به وصار جسده، ولكن لم يضف على الثالوث القدوس شيء، هو لا زال بحسب الطبيعة الثالوث القدوس وليس أربعة أقانيم عشان الجسد اللي اتاخد. فنفسنا نمجد ربنا مع كل ليلة كده، أقول له يا رب هل اليوم ده عدى وانت اتمتعت بالمجد بسببي؟ يقول لي يتمجد ابن الله ايه به. هل بيا انت بتتمجد ولا بيا اتهنت؟ حتى الشياطين يقولوا روح شوف ولادك اللي انت صلبت علشانهم بيعملوا ايه، مشغولين بالعالم ومربوكين بامور صغيره وقلقانين على مستقبلهم وشايلين الهم، دول اللي انت مت من اجلهم. وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر. حط هنا مرثا الأول عشان ما تغيرش مرثا من إيه، عشان الكبيرة، من مريم الصغيرة وبعديهم لعازر. لو سألنا لعازر إيه رأيك في يوحنا اللي كتب العبارة دي، تعتبر دي مهانة إن حطك ورا أختك الاثنين؟ مش المفروض كان يقول لعازر وأخت والأختين بتوعه مريم ومرسى ومرسى ومريم؟ يقول بصراحة لما جيت في الفردوس هنا مش لاقي في فرق بين راجل وست، ولا إنسان بكر وطفل صغير، الكل إخوة زي ما بيقول القديس
أغسطينوس إخوة وأخوات، ليس في المسيح ذكرا ولا أنثى، كله زي بعض، كله زي بعض. على رأي القديس يوحنا الذهبي الفم يقول إيه الفرق بين الرجل والست؟ طبيعة واحدة وسقوط للاثنين وخلاص للجميع ومجد واحد معد، واللي كل ما الإنسان يجاهد بغض النظر كان رجل أو امرأة هينال أمجاد أعظم فأعظم. فلعازر تحط اسمه بعد مريم، بعد مرثا وأختها مريم. قال لتلاميذه لنذهب إلى اليهودية أيضا بعد يومين. بعد يومين مات، يبقى معناها المشوار كان بعيد، لأن على ما راح كان بيله كم يوم؟ 4 أيام في القبر. قال له التلاميذ: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك. أجاب يسوع: أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر، لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر، لأن النور ليس فيه. قال هذا، وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. فقال تلاميذه: يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. وفكروا نام يعني مريض، فأنت راح تشفيه. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات، وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. كلمة توما الحقيقة في رأيين في كتابات الآباء. رأي بيقول إن توما عنده حتة الشك شوية، فما كانش يقدر يعني يحس إن ممكن يروحوا ما حدش يقدر يأذيهم أو يأذي المسيح يسوع. فهو يعني بيقول غصب عننا يعني حنروح وحنتعرض لنموت معه. لكن في رأي وأظن ذهبي الفم بياخده، بيقول كان يعشق المسيح جدا، وشعر إنه ممكن يتقتل المسيح، فقال: طيب إذا هو تقتل حياتي تبقى إيه بعده؟ أنا أموت معاه يبقى حلو. يعني ده رأي تاني. ففي رأيين. فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له 4 أيام في القبر، وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة إلى آخره. كان ليه 4 أيام، وأخته لما قال ارفعوا الحجر قالت له: في عارتك بلاش، في إيه؟ قالت: قد أنتن، تشمم الريحة، الريحة طالعة من الخروم الصغننة أو بين الحجر وبين القبر، يعني كويس اللي احنا واقفين. لو سألنا لعازر: إيه مشاعرك لما أقامك المسيح؟ يا ترى شفت إيه؟ يا ترى تقابلت مع أنبياء؟ يا ترى تقابلت مع قديسات؟ يا ترى كنت طالع زعلان؟ يا ترى كنت فرحان إنك رجعت؟ إحساسي لو سألنا لعازر يقول: كل الأمور دي ما كانت شغلاني، كل اللي شغلني أن بلتقي مع ذاك واهب القيامة، مع ذاك الذي يقيم من موت الخطية. يقول المسيح أقام كثيرين، ومش غريب أنه يقيم كثيرين، أقام موت. لكن الأناجيل صممت أنها تذكر كم حالة إقامة أموات عملها المسيح؟ 3: إقامة ابنة ييروس، إقامة الشاب بتاع أرملة نايين، إقامة لعازر من القبر. الإقامة الأولى لابنة ييروس كانت فين؟ كانت جوه البيت. راح هناك
وبس الله كده مد ايده قال يا صبية ايه قومي. إقامة الشاب لمس النعش ولم يوقفه، وتأثر جدا بالأرملة، وبعدين قال له أيها الشاب لك أقول قم، ودفعه إلى أمه. الإقامة الثالثة قال له لعازر هلم خارجا، فخرج وراحت منه كل رائحة الفساد. لعازر يقول أنا سعيد أن أكون الثالث. ليه؟ إقامة ابنة ييروس تشير للإنسان اللي يسقط في الفكر، لسه الفكر تمر عليا شوف واحد بيعمل حاجة أدينه، لكن بقي ما يتكلمش، وبعد كده أقول لا أنا ما كانش لي حق أدينه، فلسه الخطية إيه؟ جوه الفكر. فدي سهل، يمد إيده ونلمس إيد المسيح يقول يا صبية أيتها النفس قومي، تقوم زي الفل. الثانية تحول الفكر إلى عمل، فخرج الشاب محمول على النعش خارج البيت، وده يحتاج إن ربنا يقف ويلمس النعش ويوقف الموجودين ويتعاطف مع الأم، وبعدين يسلمها لأنها تشير إلى الكنيسة التي مات بعض أبنائها بسبب السقوط العملي في الخطية. فدي أصعب من الأولى شوية إنها كانت في الشارع. الثالثة كان إيه؟ الشخص مات وعدى يوم واثنين وثلاثة وأربعة لما أصبح الفساد حل بي. غالبا يقولوا في اليوم الرابع البطن بتفرقع، طبعا دلوقتي هنا بيحطوا مواد عشان الحكاية دي ما تحصلش، وبتنتهي يعني بيبقى الجسم يفسد. فيقول إن أنا بقيت ممثل الإنسان اللي لا رجاء له لأني قد فسدت، وربنا بتاعنا اسمه رجاء من ليس له رجاء. مهما كانت خطية الإنسان، مهما الفساد اللي سقط فيه، مهما تركوا الجميع وصار في حجر بمحطوط عليه، لكن كلمة من فم رب المجد يسوع تحرك كل هذه الأمور. فأحنا محتاجين نكون لعازر الآخر، نقول لنفسي أرفع أسمع صوتك لأني مغلوب في خطية معينة، سواء خطية شهوة، خطية إدانة، خطية غضب، خطية حب كرامة، على أي الأوضاع أي خطية إذا عاشت مدة معانا وتحولت إلى عادة تبقى هذه الخطية سر اللي فساد للنفس البشرية. والعجيب في المسيح أن يقول لهم ارفعوا الحجر. طب ما تقوموا الأول، هو يعني اللي يقيم ميت ما يقدرش يأمر الحجر يتزحلق وينزل؟ أيهما أصعب، أن الحجر يتشال ولا الموت يتشال ويجي بداله حياة؟ لكن الجميل في ربنا يحب يشغلنا، لأنه يعلم أن بدون العمل حياتنا تفسد. ولذلك الله لما بيطالبنا بالعمل مش لأنه عاجز عن أنه يعمل، لكن لأنه يكرم الإنسان فيحب يشركه في كل شيء. ما هو يقدر يغني كل الفقراء، يقدر يغني كل فقر. لكن هو سمح بوجود الفقراء عشان تتمد إيدينا وتمد قلبنا بالحب نحوهم، فنشارك ربنا نوع الرحمة والمحبة والعطاء، فناخد سمة ربنا اللي هو محب للبشر ومحب للعطاء. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ممكن الواحد يصرخ لربنا يقول له في عرضك في فكر تعبني، قل كلمة، وربنا يطول باله يوم واثنين وثلاثة. تقول له يا رب ده أنا مش طالب حاجة أرضية، ده أنا طالب حاجة سماوية. أنا عارف أنك طالب حاجة سماوية، لكن أنا عايزك أنت تشتغل وعايز اللي حواليك يشتغلوا من أجلك،
ممكن في ناس يصلوا فياخدوا بركة، ومن أجلك ممكن واحد يهتم بيك ويبعت لك نبذة يكلمك في التليفون ياخد بركة. فأنت وقايم تقوم معاك أو أقيم معاك نفوس كثيرة. يعني لما أقام لعازر أيضا كرم اللي شالوا الحجر، لأنها كون يطيعوا ويشيلوا الحجر، مين يروح كده في قبر والريحة طالعة بتاعت النتانة ولو على خفيف وبعدين يقول شيلوا الحجر فيشيلوه؟ محدش اعترض وقال له يا سيد طب الأول قوم، الريحة صعبة، زي نفتح المقبرة بالريحة الصعبة اللي فيها. ويقول الكتاب هنا في الأصحاح أنه خرج مشي طلع من القبر وكانت إيديه ورجليه مربوطات والإيه ووجهه ملفوف بمنديل. أنا عايز أتخيل، أنا لو سألنا لعازر يا ترى كنت ماشي إزاي، واحد إيديه مربوطة ورجليه مربوطة ووشه ملفوف وإيه مش شايف حاجة، ويقول إنه خرج حاجة عجيبة. إلهنا اسمه إله المستحيلات، إله المستحيل. واللي أخرجه بهذه الصورة المستحيلة يقول للتلاميذ إيه؟ حلوه، يعني قومته من الموت ومشيته هو مربوط إيديه ورجليه ومتغمض عينيه، يعني ناقص على شلت الرباطات لما تشيلها، قول للرباطات تنزل وتنزل زي ما انت امرته انه يطلع من القبر، طلع هو مربوط الايدين والرجلين وملفوف الوجه. هو ربنا كده لذيذ، يحب ايه؟ يشغل الناس على قد طاقته. اوعى تفتكر ربنا يطلب منك اكتر من طاقتك. يعني ما كانش صعبة على التلاميذ انهم يفكوا رباطات في الجسم، ايه يعني؟ ولا منديل ملفوف بالوش، سهل. لكن الحاجة المستحيلة أنا أعملها، أنا أقيمه من الأموات، أنا أشيل ريحة الفساد، أنا أحط ريحتي أنا الزكية بدل ريحة الفساد ريحة الخطية. فنفسنا أحبائي في قصة لعازر كل واحد يعرف إيه دوره، يعرف إيه دوره ويقول لربنا اشركني عايز أشتغل. والعجيب يقول إيه؟ يقول ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجه. صرخ بصوت عظيم، في البعض بيقول ايه؟ بيقول نادى بصوت عظيم لألا حد ما يسمعش كلمة لعازر فيطلعوا كل الأموات. فهو حب يأكد ان اللي يطلع مين؟ لعازر. لعازر هلم خارجه. فنفسنا كده كل واحد الليلة يقول لربنا ممكن تقومني وتطلعني من المقبرة اللي أنا عملتها لنفسي وفسدت فيها وترد لي الحياة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا عشان نعيش مقدسين ليه، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.